تخص الأستاذ وهبي، الأستاذ وهبي أمين عام، صوتوا عليه المناضلات والمناضلين من خلال المؤتمر الأخير، عنده الشرعية ديالو وش تيشتغل في إطار هذه الشرعية، منفتح على هيكل الحزب وتناقشوا جميع المواضيع. ممكن ليش نجاوبكم فيما يخص مواقفه كمسؤول وكوزير العدل حاليا، وكنت نفضل يكون معنا ولكن مع الأسف ما حضرش لأن عنده التزام مع وفد دولي، وفي آخر لحظة قال لي راه ما صبتش كيف نحضر، حضروا نتوما في الكفاية. هذا هو الغياب ديالو، ما كانش شي سبب آخر أبدا. فيما يخص الرسالة سميتها البيان ديال الأمناء العامون السابقين اللي كلنا بالإجماع تنحترموهم لأن ساهموا كل واحد فوقيتو في بناء هذا الحزب، وهذا الحزب يصبح ثاني قوة سياسية في البلاد. احنا شخصيا ما توصلنا بتا حاجة، واش هذا بيان، واش هذه رسالة، واش انتوك احنا انا كمؤسسة رئاسة المجلس الوطني ولا الأمانة العامة ولا المكتب السياسي ما توصلوا بتا شي مراسلة او بيان موجه لنا، وحنا بابنا دائما منفتح على جميع المناضلين خاصة الأمناء العامون السابقين. وكنت نتمنى، أنا ما عرفتش بعدا واش هذاك الشيء ديت موقع من طرف سي بيد الله سي حسن بن عدي، لأن أنا باتصال بالأخ حسن بن عدي باتصال به وما عمرو تكلم لي على أي موقف كان، وبابنا مفتوح ولا بغى يجيو ويحضروا ويناقشوا معنا مواضيع الحزب مرحبا، ولكن هذا حزب بمؤسسات ماشي حزب ديال الأشخاص، كل واحد يقوم بدوره. واليوم احنا عندنا ثقه ديال المناضلات والمناضلين، وفي هذا الاطار هو فاش تنشتغلوا وتناخذوا قراراتنا وتنتحملوا فيهم مسؤوليتنا. الحزب ما عندوش جوج طريوس، واحد في الرباط وواحد في مراكش، ابدا عنده فوق من 400 الف راس. اي مناضل في حزب الازهر والمعاصره عنده قيمه. احنا تنفضوا التدبير الفردي، وهذا الشيء اللي كان جعلنا واحد الوقيته كنداء المستقبل، درنا موقف وكنا قلنا بغينا احنا تدبير جماعي داخل الحزب وتنرفضوا كليا القرارات الفرديه. اليوم ما بقاتش لا فاطمه الزهراء لا عبد اللطيف وهبي، اللي تهمنا هو المشروع اكبر بكثير، اكبر بكثير من الاشخاص. وراه قلتي هذا زو امانه عمون، ولكن استمر المشروع وغادي يتقوى وغادي عدد المنخرطين يرتفع، وهذا دليل على صحة جيدة ديال واحد الحزب اللي مع الأسف بعض الناس كانوا تيقولوا واحد الوقيته انتهى مات ما مبني على حتى شي أسس. الحمد لله اليوم الحضور ديالنا في جميع المؤسسات لا الترابية لا الوطنية تتبين بأن حزب وحزب منظم وحزب عنده أهداف وعنده مشروع وعنده رؤية لهاد البلاد السعيدة ديالنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.